FM. الكلمة ليك. أكتو فيسبوك. أكتو فيسبوك هالفقرة ناصطة ولا تمت الضمار بسلة، ولكن كل وقعة صايرة بالرسمي والتنبير فيسبوكي بحت. نحن لا نتحمل مسؤولية ما يكتب على الموقع، وإنما هكا شوية نخرجوها عن سياق وبكل براءة وشفافية. شفافية اليوم 16 مايو 2017، وحكمة اليوم اللي خرج بها الشعب الفيسبوكي العظيم شاشية هذا على راس الآخر في نقد واضح للسياسة اللي تتبع فيها الحكومة التونسية، وان تلقى مشكل وان القوة التونسة يبرتجيو في الوعود اللي قدمها وزير التشغيل لمعتصمي الكامور. الدولة واش تخدم 1000 الشركات البترولية بداية من جوان 2017، 500 في موفى 2018، 1000 الشركة البيئية بداية من الجمعة الجاية، و1000 بداية من جوان في 2018، مع 50 مليار ميزانية صندوق الاستثمار كل عام، ولا وجود للتتبعات الأمنية للمعتصمين والأولوية للمحتاجين. باهي برشا يا وطلع وزير التشغيل عنده العصا السحرية، لا وليه ليه معناها عجاجة. ونلقاو برشا تنبير على فيسبوك على وعود الحكومة، كيما اشبيك معتصم، قالوا نحب نخدم، قالوا اوكي قيدناك خويا، قيدناك اسمك في الشركة البيئية والبستنا في الصحراء باش تاخذوا شهريتكم. قالوا سمحني توا يا اخي شنو باش نخدم انا بالضبط؟ قالوا تخدم شجرة. انتوا مش فاهمين حاجة، القاعدة الأساسية عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد، اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى، ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى. ونلقاو مواطن علق وقال اوكي مثالش يا سيدي نخدم حتى شجرة، اما شكون باش يسقيني انا؟ قالوا له عادي تو يتعدى رئيس الحكومة يسقيك كل صباح. انا لا وقت وصحتي، انا طول الليل شغال طول الليل شغال لما نفسي اتقطع، وده من اجل تدعيم ثورتنا مع شعوب العالم. مواطنة ثانية قالت بمنه والحمد لله ولا عنا عشرات الالاف في البيئة ينجموا يعطيوا كل واحد برويطة يعبيها برمل من الصحراء ويفرغوها شيرة نابل، وقتها نجموا بعد شهر خدمة نسكروا حوض المتوسط ونصدموا التوانسة الكل مع بعضنا على طاليا ونطالبوا بالتشغيل وحتى الانضمام للاتحاد الاوروبي. لكن خسارة الافكار العظيمة هذه ما يفكر فيها حتى حد، وتوا يخليوا الكفاءات وخيرة الشباب الغد ينظف الغبرة من الصحراء. كل واحد يخلي باله من مغاليبه، اي واحد لغاليغو هتروح منه انا ماليش دعوه، ولا بعد كده حاجه المدرسه واسيب لغاليغي في البيت. مواطن باين فيه عنده نظريه استشرافيه، قال الحل هذا وقتي على خاطر بعد عام من الترسيم اعتصام الزيادات، بعد عامين اعتصام من حتى الصحراء، ربما زاد المطالبه بتكييف الصحراء وقيد على الديمقراطيه. قلتكم يا ولادي ملاك العام الديمقراطيه ما تواتي كان البلدان البارده. ولا عمركم سمعتوا بلاد سخونة فيها الديمقراطية؟ سميني بلاد سخونة فيها النيل وطالع والقبوط الفوق والدولاب تاع الديمقراطية ماشي. مواطن آخر قال علاش التنبير هذا الكل؟ ينجم واحد يسرح بالنمال يغربر المل يقف للريح باش نقاوم التصحر. نحب نعرف أنا شكون اللي طلع بالطلعة هذية، شركة البيئة تعرفوا كان يعموا الفكرة هذه على المستوى العالمي يقضيوا على البطالة ويعطيوا صاحب الفكرة جائزة نوبل للاقتصاد والسلام. أما أنا حاير في حاجة، قال مثلا تصور بطالة روسيا يعتصموا في سيبيريا يعني 60 تحت الصفر، شنو باش يخدموهم؟ اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. وبرتجاو تونس البارح على فيسبوك اخبار قالك تونس حققت نسبة نمو باثنين فاصل، الشيء اللي خلى تونس يعلقوا يقولوا في كل بلدان العالم النمو الاقتصادي يصاحبه انتعاش للعملة المحلية، إلا في تونس يقولون النمو اقتصادي باثنين فاصل والدينار في غرفة الانعاش. ونمروا لفضيحة وزارة التربية، حسب عاونوها على فيسبوك البارح في امتحان الكاباس، ونحكيو تونس على تسريب للامتحان وأخطاء لغوية خاصة في امتحان الفرنسية، يعني قالوا تم اغتصاب اللغة الفرنسية بنجاح. تولي عاملين امتحان الكاباس متفقدين ولا تلامذة؟ قالوا خاطر أخطاء هكا كان متفقد يلقاها عن تلميذ في كراسته يعمل فضيحة مش تتحط في مناظرة وطنية بكل وقاحة. So much. It's a story about many things qui touche moi. Tu comprends? C'est ça.
كومبري على الاخر. واليوم على فيسبوك حافظ قايدة سبسي هاب تصويرة فيها يعني السي في متاعو. السيد قالوا طلع كفاءة، قال لك عامل تربص في الحملات الانتخابية وأب لطفلين، الشيء اللي خلى برشا توانسة ينبروا ويعاونوا فيه باش يكمل السي في متاعو. اللي قلوا البارح تعشيت ملوخية، غدوة باش يقوم الثمانية، واللي قالوا كان يجيد لعب البيس والزربوط والغميضة ومتحصل على مهبة العيب العيد عفوا من دار جدود. أنا تهزأت يا أخوان. مواطن عامل كومنتير قال الحافظ نسيت حاجة مهمة برشا، ناقص يعني تحط الابن الشرعي لرئيس الجمهورية. أنت تتكلم جد؟ ما لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد. وختاما نحكيو الفيسبوكيين التوانسة على تسريبات للرئيس الفرنسي قال فيها اللي هو ينوي يعمل تحوير في السفراء. نلقاو برشا استياء عند التوانسة اللي قالوا خسارة مش باش يرمضن بحذانا السفير الفرنسي، معناها شكون باش يصلي بينا التراويح. ماستا ياسر كان هذا كل شيء في الاكتو فيسبوك، ومش كل شيء على فيسبوك. فقرة من اعداد اشرف العطروس وتقديم لرامي موكلين، وكان فاتتكم حاجة تلقاو بعد شوية الفيديو على الباج فيسبوك باش راديو كابا فام. ومشاهدة طيبة للجميع. أكتو فيسبوك. كابا فام الكلمة ليك.